السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا وسهلا طلاب جينيوس أونلاين سكول، أنا معاكم مس أميرة في حصة اللغة العربية. هيا نبدأ مع بعض اليوم درسنا التعبير الحوار، كتابة حوار. إزاي نكتب حوار يا شباب؟ ويعني إيه أصلا حوار؟ الحوار ده حديث بيدور بين شخصين أو أكتر، يعني أقعد أنا ومحمد ناصر كده ونتكلم، يقول لي ازيك يا ميس، اقول له انا تمام الحمد لله بخير، اقول له وكيف حالك، يقول لي بخير والحمد لله، اقول له ما رايك فيما يجرى اليوم من فعاليات في الدوله، فيقول لي ما الذي حدث، اقول له هل تعلم ان البيض غلي مثلا، يعني عن البيض غلي، فيقول لي اه نعم يا معلمتي انه وصل لسعر عالي، فاقول له طب وماذا التصرف، يقول لي أني سمعت في نشرة الأخبار أن المذيع يقول أنهم سوف يستوردون البيض من تركيا، يستوردونه، طب وهل سيكون أرخص أم سيكون أغلى؟ فهذه تكلفة على الدولة وأعباء أكثر، فيقول لي، يرد علي بقى محمد ويقول لي لا، فإنه سيكون بسعر أقل، وذلك حتى ينخفض السعر المحلي والناس تلتجئ إلى إيه؟ إلى كثرة الموارد أو كثرة بضاعة البيض فيقل السعر، وهكذا. ده اللي حصل بيني وبين محمد، كأننا في حوار، أنا بتكلم وهو بيرد عليا. طبعا ما تستغربوش، على فكرة موضوع البيت ده حقيقي ومنتشر قوي قصته اليومين دول. حوار يعني بنتكلم في حاجة متداولة اليومين دول، ده اسمه حوار، يعني حديث بين شخصين، ممكن تدخل حالة معانا في الكلام، سجا ودان، يبقى أكتر من شخصين، كل واحد بيقول فكرته. يعني دلوقتي محمد ناصر في الحوار البسيط اللي أنا قلته ده قال فكرته، وانا قلت له الرأي بتاعي، وناقشنا الفكرة وناقشنا المشكلة وحلها كمان، وفي كل واحد قال حل، كل واحد هيشوف الحل بتاعه من وجهة نظره، ده اسمه ايه يا اولاد؟ اسمه حوار، تبادل الآراء والأفكار. تبادل ايه يا اولاد؟ الآراء والأفكار والآراء والأفكار. والأفكار برافو والأفكار عليك، تعالوا يلا نشوف الجزئية اللي بعدها. أطراف الحوار، أول حاجة ما يدور بينهما الحوار، يعني اللي بيحصل بينهم الحوار زي ما أنا ومحمد ناصر وحلا، إحنا التلاتة هم، هم إيه دول بقى؟ أطراف الحوار، أطراف الحوار. تاني حاجة موضوع الحوار، الموضوع بتاعنا كان مشكلة غلاء البيض، الحوار اللي دور ما بيني وما بين محمد وما بين حلا كان موضوع الحوار، يبقى الفكرة الأساسية التي يدور حولها الحوار. أسلوب الحوار، يعني أنا أثناء الحوار استخدمت لغة عاملة إزاي؟ قلت له هل تعلم؟ ده أسلوب إيه؟ أسلوب استفهام يا سلمى، هل تعلم غلاء البيض؟ فقال لي نعم إني ألاحظه، فإيه؟ فده اسمه أسلوب استفهام مع تعجب، إحنا ما فيش مشكلة نستخدم أسلوب نهي، يبقى كل الأساليب دي ممكن إن هي تندمج وتكون في محتوى أو في أسلوب الحوار. يبقى الأساليب دي أسلوب تعجب نهي استفهام وهكذا، ممكن يبقى في أسلوب نداء إن أنا أقول له إيه يا سلمى هل تعلم، يبقى ده إيه لإثارة التشويق، وإن أنا أخلي الحوار أكثر إيه يا ولاد تشويقا. رقم 4 النصائح الإرشادية، إن أنا ممكن إن أنا إيه أعمل نصائح، مثلا أنا أقول لو الحوار بتاعي مثلا في الحوار انا قلت ايه، وانصحك باستخدام البيض المحلي وليس البيض المستورد، يبقى انا بعمل هنا ايه بالنصيحه، بقدم نصيحه في الحوار بتاعي، كل اللي عنده نصيحه ممكن يقدر يضيفها في الحوار في موضوع الحوار بتاعنا. وفي العنصر الخامس للحوار الختام، الخاتمه يعني، ودي عبارة عن إيه يا أحمد؟ هي عبارة عن تأكيد للفكرة الأساسية والتحفيز على البدء في تنفيذ التوصيات. يبقى تأكيد الفكرة الأساسية والتحفيز على البدء في تنفيذ التوصيات. طيب وأنا بكتب الحوار بتاعي المفروض أراعي إيه يا أولاد؟ إن أنا لازم وحتما أحدد الشخصيات، حتى لو أنا هقول قالت أو قال أنسق بين الجمل وأخلي الجمل بتاعتي واضحة وبارزة قدامي،
أعرض الأفكار بشكل مرتبط وأنوع بين الأساليب، ولابد أن أنا أراعي وضع علامات الترقيم، وكمان الإملاء بتاعتي لازم يا حالة تكون صحيحة ويا سجى أكون بكتب طبعا كتابة صحيحة يابسان، مينفعش إن أنا أكتب الحوار وأكتب فيه كلمات غلط. تمام يا ولاد، يلا تمام يا يا همس مريم. اقرأي النموذج الآتي لكتابة حوار. هو عامل لنا إيه في الصفحة بتاعتنا دي؟ جايب لنا نموذج تقريبا صفحة 155 صح يا ولاد؟ لا ما 157 157 عذرا. 157 يلا يا جميلة يا همس ابدأي أول سطرين في قولي لنا موضوع الحوار. أول سطرين إيه الموضوع؟ سليمان، لماذا أشعر بالياس؟ لم أفز في لا مش اسمه مسابقة سليمان الرياضة. يا همس، يا همس اسمه سلمان. لا سلمان، مد بالألف مش مد بالياء. سلمان المدرب. تمام. لماذا أشعر بالياس؟ لم أفز في مسابقة الرياضة، ولم أصل إلى المستوى المطلوب. المدرب لا تيأس، فالإخفاق جزء من رحلة النجاح. ربما كان هذا تحديا جديدا بالنسبة لك. أكمل لك. انت وقفت لحد فين؟ لماذا أشعر باليأس؟ تحديا جديدا بالنسبة لك، برافو عليك. يلا كمل يا إبراهيم. اسم النحو. كمل لحد هنا وبعدك هتقرأ سلمى. لحد هنا كمل يا إبراهيم. لكنه السلام عليكم يا مس. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. سام نكمل. لكنه فرصة للتعلم والنمو. سلمان لكن هي أصعب الاحتفاظ، فقد كنت أتوقع نتيجة أفضل بكثير. لم أستطع إحراز النجاح المطلوب. برافو عليك، يلا كملي يا سلمى. تمام. المدرب رد عليها قال لها ايه؟ او المدرب قال لها ايه؟ يجب أن تفهم أن النجاح ليس محصورا في الفوز فقط. هذه المسابقة أتاحت لك فرصة لتطوير مهاراتك واكتساب خبرة جديدة. انظر للمسابقة كفرصة لتحديد نقاط قوتك وجوانب ضعفك والعمل على تحسينها. برافو عليكي. كملي يا دان سطرين. سلمان قال ايه ولكن؟ حاضر. تمام. سلمان، لكن ماذا لو كان هذا هو حدود قدراتي؟ ربما لا أكون ملائما للرياضة بشكل عام. أقول المدرب برضو. بشكل عام. يلا سطر كمان، خدي واحد كمان وبعد كده. المدرب لا تحكم على قدراتك بناء على إخفاق واحد، وقد تكون هذه فرصة لاكتشاف مجال رياضي. رياضي. كمل يا سعيد. مكان رياضي ايه يا سعيد؟ مش خر اقرأ من اول هنا سطرين يلا. حاضر. صار ينسبك بشكل أفضل. قد يكون لديك موهبة في رياضة الخارجية تستحق التجربة. سلبان
احتاجا إلى الاستراحة الآن. لا أعرف ماذا سيفعل بعد هذا الخفض اوكي الإصفاق. برافو عليك. يلا يا سيف، قول لنا المدرب كان رأيه ايه في الحوار ده، كان رده ايه عليه ان هو بيقول بعد مرتاح ايه اللي هيحصل؟ امنح نفسك وقت الاسترخاء والتراجع، ثم انظر للأمام بروح الإجابة، البحث عن فرص جديدة وتحيات تساعدك على النمو. لا تدع الإخفاق يحد عن عزيمتك، بل استخدم الدافع لتحقيق النجاح في محاولة التالية. برافو كمل. عليك. لا حد تاني بقى هيكمل. يلا يا ملك، قولي لنا سلمان رأيه ايه، رد على المدرب قال له ايه يا ملك؟ نعم، يلا يا ملك، حقا لقد ايه، لقد أخفقت في المسابقة، لكني سأجعل هذا الإخفاق درسا قيما وفرصة لتحسين المدرب. بالتأكيد قويا وثق بقدراتك، فقد لا يكون لديك سبيل النجاح في اللحظة الحالية، لكن مع المثابرة والتحسن المستمرين ستحقق أهدافك. لا تستسلم، بل استمر في المحاولة وستكون قادرا على إحراز النجاح في النهاية. برافو عليك، أحسنتي. ممتاز جدا جدا. طيب تعالوا يلا نشوف الحوار بتاعنا ده يا ولاد بيتحدث عن ايه. بيقول الحوار بتاعنا كان بيتحدث عن سلمان والمدرب، دول الشخصيات الموجودة في الحوار اللي هم أطراف الحوار. موضوع الحوار بتاعهم إن سلمان قال إيه، لماذا أشعر باليأس؟ لم أفز في المسابقة الرياضية وما وصلتش إلى مستوى المطلوب، المستوى اللي أنا محتاجه. المدرب نصحه وقال له إيه، لا تيأس، وده استخدام في الأسلوب يا ولاد، استخدام أسلوب نهي. فقال له إيه، الإخفاق، إخفاق يعني الفشل، ده هيديك فرصة إن أنت تتعلم وتكبر وتبقى أفضل. قال له لكن أنا بشعر بالإحباط، كنت أتوقع نتيجة أفضل ولم أستطع إحراز النجاح المطلوب. قال لي يجب عليك أن تفهم النجاح ليس محصور في الفوز، ولكن المسابقة أتاحت ليك إن أنت تطور من مهاراتك، تعرف مهاراتك عشان تقدر تطورها. لو أنت ما كنتش دخلت مسابقة كنت هتعرف مهاراتك؟ لا ما كنتش هعرفها، كنت مفكر إن أنا مثلا أقعد كويس وشاطر، لكن لا، أنا لما دخلت المسابقة عرفت مهاراتي وتميزت وجوانب قوتك وضعفك والعمل على تحسينها. طيب إيه النصائح والإرشادات؟ سليمان قال ماذا لو كان هذا هو حدود قدراتي؟ نعم، في حد بيقول يا مس؟ ربما لا أكون ملائم للرياضة بشكل عام، يعني ممكن أكون مش مناسب للرياضة بشكل عام، يعني في كل الرياضيات. المدرب قال له لا، ما تحكمش على قدراتك على فشل واحد قمت بيه، ندور على أسباب أخرى وبشكل أفضل، وأكيد أنت جواك موهبة في رياضة تانية تستحق إن أنت تجربها. سلمان قال له أنا عايز وقت عشان أستريح، لا أعرف ماذا سأفعل بعد هذا الفشل. المدرب قال له مفيش مشكلة، ادي وقت لنفسك للراحة. يبقى إحنا يا ولاد لو حصل عندنا فشل أو محتاجين إن إحنا نرتاح، لازم إن إحنا نرتاح من الموضوع ونبعد تماما ونستريح، بعد كده نقدر ان احنا نرجع بأقوى طاقة عندنا وروح إيجابية، وان احنا نبحث عن فرص جديدة. ده هيعمل ايه؟ ده هيبعد عننا الفشل النهائي، هيدينا عزيمة وإصرار، ونستخدمه لتحقيق النجاح في المحاولات اللي بعد كده. سلمان قال حقا لقد فشلت في المسابقة الرياضية، لكنني هجعل ايه؟ هذا الفشل درس قيم وفرصة للتحسن. المدرب قال بالتأكيد فعلا، خليك قوي وعندك قدراتك
ودي كانت الخاتمة. الخاتمة بقى إيه؟ لا تستسلم بل استمر في المحاولة، وستكون قادر على إحراز النجاح في النهاية. في أي حاجة صعبة في الحوار بتاعنا ده يا أولاد؟ لا يا مس، أو يعني حوار، يعني حديث بين شخصين. يلا نشوف مع بعض الأسئلة بتاعتنا. حالة، موضوع هذا الحوار ايه هو يا حلا؟ الرياضة عشان إذا النجاح أهمية الاستخدام من الفشل إلى النجاح. برافو عليك. بيسان، ايه يا بيسان بتجاوبي في الشات يا بيسان؟ ايوه كده سامعاكي. المشكله التي واجهها سلمان، ايه المشكله اللي واجهها؟ خسارات في المسابقة. برافو عليكي، خسارته في المسابقه. السؤال اللي بعده محمد ناصر، يلا يا محمد. تمام. لا تدع الإخفاق لا تدع الإخفاق يحد من عزيمتك أسلوب أمر. برافو، ده أمر. لا طبعا، لا تدع، ثانية، اللي لا هي تدع تدع نهي. معلش. نهي. السؤال اللي بعده إبراهيم، امنح نفسك الوقت للاسترخاء. يلا يا إبراهيم. تمام. موضوع هذا الحوار، موضوع هذا الحوار، أي ثانية. لا تدع الإخفاق يحد من عزيمتك. إيه ده؟ لا، ده محمد جاوبه. امنح نفسك ماشي الوقت. ماشي. إنح نفسك الوقت للاسترخاء. نصيحة، برافو أنا عليك، بقول لك إنح نفسك. أحسنت يا حبيبي. اللي بعده أحمد أشرف، سلمان والمدرب هما طرف الحوار. صح يا مسلم. برافو أستاذة، رد المدرب على سلمان لم يكن مناسبا لموضوع الحوار. غلط. همس، لم يستفد سلمان من إرشادات المدرب في نهاية الحوار. خطأ. خطأ، برافو عليك. الحوار اللي بعد كده، مين ما قرأش في الحوار الأول هو بس اللي يرفع إيده لو سمحت. لو سمحتم، من اللي قرأ في الحوار الأول يرفع إيده، واللي ما قرأش يرفع إيده. حالة ما قرأتش تاني. يعني ساجا، ايه مين لسه اللي اللي حالة يرفع وساجا ما قرأ؟ ايده؟ يعني ايه لسه قلنا يا حالة مس وساجا؟ مالك؟ سعيد ما قرأتش الحوار الأول؟ ايوه يا مس، ارفع ايدك. انا طيب رفعت. يلا نبدأ بحلقة، اتفضلي يا حلقة اقرأي الحوار التاني. تمام. يبدأ الحوار بحسن ويقول: أشعر بمشكلة في التخطيط والتنظيم وتنظيم وقتي، وأجد صعوبة كبيرة في ترتيب أولوياتي. قال ماشي، بس عمر: احنا أنا هنمشي ايه؟ لا ثواني يا حل، هنمشي كل واحد هيقول شخصية، فاهمين؟ يعني انت حسن هيرد عليكي بقى حد تاني عشان نفهم الحوار.
بس ايه، حاولي تتقمصي يا حالة الشخصية، يعني اشعر بمشكلة في التخطيط كأن انتي حسن. فهمت يا ولاد؟ يعني اللي هيتكلم كأنه هو الشخصية دي. تاني يا حالة كده، مثل هو تمام. يتقمص دور الشخصية. اه، يتقمص دور الشخصية. يلا يا يلا يا حالة. تمام، أشعر بمشكلة في تخطيط وتنظيم وقتي، وأجد صعوبة كبيرة في ترتيب أولوياتي. برافو، رد عليها يا سعيد. لقد جربت العديد من المحاولات ولكن لم أتجه يعني لها. انا اتفهم يا حبيبي. لا لا، يا مش بابا، هي مستشفى. هنا سعيد قرأ، مش سعيد قرأ، مش أنا مشكلة. ما اقرأ يا قرأتش. شباب، بقول ما قرأش في الاول يا حبيبي. انا اتفهمه. أوكي، أنا أتفهمه بمشكلة كثيرة، فقط كان يعني ذهنا كنت أعاني منها منذ، وأعاني منها منذ، ولكن تغلب على باتباع بعض باتباع بعض النصائح. النصائح. برافو، كملي يا بيسان وقولي لنا حسن قال ايه. برافو عليكي، كمل يا محمد ناصر، قول لنا عمر قال ايه. تمام، يجب أن تدرك أن المواصل للهدف يتطلب منا المثابرة وعدم التسرع في الحكم على النتيجة بالإخفاق. فهناك الكثير من المشكلات التي قد تواجهنا في الحياة تتطلب منا الصبر والمحاولة والمثابرة، فلا تيأس. برافو، يلا يا ساجا قول لنا حسن بقى هيرد تاني يقول له ايه على عمر. ساجا، يا ساجا، يا سوسو، سجل مثل المايك. نفتحه لها بقى معلش تاني. انا كنت بتكلم وانا في المايك. طيب يا قلبي يلا، اتفقوا. فيني مس فيني مس كل ده خطوط عمالة اعملها تحت الكلمة، اعمل ايه تاني؟ كنت فين يا ساجة وسايبة الحصة يا ساجة؟ ما كنتش في حتة والله. لا كده ما كنتش مركزة معايا يا ساجة. طبعا يا مس، ماشي. المفروض ان انت عارفة زمانك انا وصل لحد كنت فين. جايبة يا مس، كنت جايبة اول واحدة، ما كنتش جايبة التانية. ماشي، طب يلا يا استاذة. اتفق معك، ولكن اشعر ان حدود طاقتي توقفت عند هذا الحد من المحاولات، ولا اعرف هل على تجربة مزيد أم لا؟ برافو، ممتاز. يلا بقى ناخد الناس اللي ما قرأ، الناس اللي قرأت قبل كده. أحمد، يلا يا أحمد. عمر هيرد عليه يقول له إيه. جرب، جرب انتظاما جدولا زمنيا مسبقا لهدف، بحيث يكون يوميا في البداية ثم أسبوعيا، وقم بتحديد المهام التي عليك القيام بها، ثم حدد وقت لكل مهمة. ابدأ بالأهم، فالمهم بحسب أولوياتك أنت، وقم بتعديل الجدول إذا لازم الأمر، حتى يسهل عليك تنفيذ المهام بلا مشقة. برافو عليك، يعني قال له رتب جدولك وحط نفس الجدول وده يسهل عليك كل الأمور بتاعتنا. يلا يا دان، حسن هيرد يقول إيه. حاضر، أوكي، تمام.
حسن هيرود، لم أجرب التخطيط لوقتي وأهدافي لوقتي وأهدافي بهذه الطريقة من قبل، وربما أحتاج إلى أن أبدأ من جديد أو جرب طرائق جديدة لتخطيط وتنظيم الوقت لعلني أنجح هذه المرة وأصل لهدفي. برافو عليك. يلا يا سيف قول لنا عمر في النهاية هيقول ايه، اول سطر وسلمى دول اخر سطر. ماشي، يلا يا سيف بالطبع بالطبع. ستنجح، كن واثقا من قدراتك وحدك، واحرص على التعلم من الأخطاء لتصل إلى الصواب، واستمر في التخطيط لكل هدف. كملي يا سلمى، بس سلمى كمل. لكل هدف ايه يا سلمى؟ لكل هدف تريد الوصول إليه دون توقف، حاول وصابر وستصل في النهاية لهدفك المنشود. ممتاز، أحسن. طيب تعالوا بقى نشوف الناس. جميلة حلا، قولي لي يا حلا مين أطراف الحوار؟ حسن وعمر. برافو عليك، يلا اكتبوا يا ولاد كلكم حسن وعمر. قولي لي يا همس ايه هو موضوع الحوار؟ ايه الموضوع بتاعنا؟ نعم، ايه هو موضوع الحوار؟ مشكلة ايه؟ تنظيم الوقت. برافو عليك، التخطيط وتنظيم الوقت. نكتب كده يا ولاد، مشكلة التخطيط وتنظيم الوقت. النصائح والإرشادات، النصائح والإرشادات اللي هنا يا ملك. ملك النصائح والإرشادات اللي في الحوار بتاعنا، نصحه بإيه وأرشده بإيه؟ ملك ما بتردش. قولي لي يا ساجا ايه النصائح اللي جت في الحوار؟ أيوة يا مس، أما قال له جرب أن تصمم جداول ثمينة برافو، مسابقة زمنية الأهداف. مسبقة للأهداف. برافو عليك. ايه تاني؟ قال له ابدأ بالمهم بحسب أولوياتك. مش ممكن يكون واحد، ممكن ايه؟ خلاص يا ولاد كتبنا. جرب أن مش تصمم همس. جدول ايوه زمنية أهدافك، ده أول واحد. التاني ابدأ بالمهم، وبرده هنا من نصايحه كن واثقا من قدراتك، انا عارف برضو يا مس حاجه، احرص على احرص على التعلم من الخطأ، حاول وسابر وستصل إلى في النهاية لهدفك المنشود. كل دي نصائح وإرشادات. خلصت يا مس. برافو عليكي يا أنا. خلصت يا مس. ايه هي بقى الجملة الختامية بتاعتنا هنا؟ يا مين هيقول لي الجملة الختامية؟ أنا طيب بسان ما يا جاوبتش، بسان ما جاوبتش معانا. يلا يا بسان، ايه هي الخاتمة؟ حاول وصابر وستصل في النهاية لهدفك المنشود. برافو عليك، دي الخاتمة. حاول وسابر وتصل في النهاية إلى هدفك المنشود. خدوا لي الحوار اللي بعده، واجب اللي هو صفحة 159، واكتب لنا يا سلمى على جروب الواجب 159 واجب. يلا نحل مع بعض الاختبار يا ولاد.
انتوا كده عندكم امتحانكم امتى يا ولاد؟ فكروني كده، مش عايزين بقى ناخد حاجة جديدة ونتراجع عشان الامتحان. امتحان ان شاء الله بعد امتحان 3 يامن، ايام. امتحان الشهر يا حبيبي، امتحان الشهر اللي فات كان لسه خلصان من شوية. من شوية ايه بس عشان الدرجات اتأخرت عليكم، بقاله شهر، كان أول أسبوع في شهر 10 واحنا خلاص اهو. هقول لكم الامتحان امتى. تسريبات تسريبات يا ولاد، هسرب لكم. يا الله، الامتحان أول أسبوع في 11. طب يا مس، مس اه بس انا نعم. يا مس بس يا مس انا مش واخدة معاكم كل حاجة، يعني حاجات. انا عشان كده بقول من الاسبوع الجاي هرجع يا ساشا. تمام يا مس. مس ينفع الحمام؟ تمام، يلا بسرعة. مس وحضرتك مس هتجيب اختبار صعب. لا لا لا، انا هرقف بيكو الشهر ده. بس طبعا هيجي فيه كل المنهج، يعني ما تهزروش. يعني والله هيجي والله كله هرقفكم بقى. بس هو انتوا عارفين انا امتحاناتي ما بتتكلمش، انتوا فاهمين وشفت الامتحان كان عامل ازاي المرة اللي فاتت، انتوا شفتوا. وكان حظكم بقى ان انا ساعة امتحانكم ده كنت في المستشفى. مين في كل ده عليا في اليوم ده يا ولاد؟ مين؟ مين؟ انا يا دوب مش عارفة الامتحان ايه، بس تعبت ورحت المستشفى على طول. تعرفي يا مس، انا اول لما لقيت ان انا غلطانة في العربي انا كنت حاسة، انا كنت عاملة اجابة كنت حاسة انها تطلع غلط، طلعت غلط هي في الاخر، كنت عارفة ان انا في الحاله دي انا بقى غلطت في العربي. لما تكوني حاسه ان في حاجه غلط لما تكوني سؤال مره واثنين وثلاثه عشان توصلي بعد كده ترجحي الاجابات. طب تكون صح ليه، تكون غلط ليه، وهكذا عشان تقدري تمام، توصلي الاجابه صحيحه. بس الحمد لله العربي ده الوحيد يلا اللي غلطت معايا. فيه غلطة واحدة. طب الحمد لله، ان شاء الله الاختبار الشهر ده هنتكلم مع الاداره ان النتائج تطلع بسرعه. ربنا يوفقكم يا رب. يلا يا شباب، وقف ينظر إلى مزرعة خيوله. مين هيكرك؟ رأي يا سلمى. يلا تمام، وقف ينظر إلى مزرعة خيوله وإلى منزله الواسع، ثم توجه إلى مدفأة المنزل وأمسك ورقة اختبار قديمة مكتوب عليها 0 من 10، وتذكر أنه رتب لأنه كتب في الاختبار أن هدفه أن يصبح صاحب مزرعة خيول ومنزل كبير. تذكر معلمه حين قال: أهدافك غير واقعية لأنك فقير. تذكر أيضا إصراره الذي مكنه من إيجاد فرصة للنجاح. تمام، خلصت. واسأليني. برافو، يلا أول سؤال يا قلبي. مرادف تمام، توفير. توفير إيجاد. مش بصوا في شيتة كده هنمشي بيها بالله عليكم عشان إيه ما نكونش في حد يجاوب وحد ما جاوبش. نبدأ بمحمد تمام، ناصر. سلمى جاوبت خلاص، يبقى محمد بقى اللي هيجاوب. يلا يا محمد. تمام. قالت لنا سلمى معنى توفير إيجاد. اللي بعدها مضاد نجاح فشل. برافو عليك، نجح فشل. مس، هو هو نجح في محمد ورقة ناصر، اختباره؟ محمد ناصر قال فاشلة، هي المفروض يجيب من الفقرة مش معناها. اوكي، هي مش موجودة فشل في القطعة. لا يا مس مش موجودة، موجود ليها معنى تاني بس هو ما جابهاش. مش اصل انا عينيا حرقتني قوي وعايزة اجيب النضارة فما ركزتش قوي في القطع. لا كده انا هتبقى يصبح صاحب مس، هو توفير ايه مس ده معناها إيجاد. ايجاد؟ أو المرة دي بقى دي الامتحانات، دي صح يا امتحانات مس، شهر مش موجودة. 11 رسب نجح، المشتركين رسب خلاص. رسب رسب. أسب. أيوة رسب رسب.
ما فشل صح. مرات امتحاناتي أربع حضر زي شهر 10. ان شاء الله يا دودو بالتوفيق يا روحي. بس هو كل شهر بناخد امتحانات. كل شهر امتحان. ما انتوا عارفين نظام الناس القديمة معانا في الأكاديمية، عارفين ان احنا عندنا امتحان شهري كل شهر. مس يا مس، اي أكاديمية كده. لا انا تقولي ايه يا ملك؟ الامتحان يا ولاد بيقيس تعلمنا، عشان مثلا لو حد فيكم لا قدر الله اتلقى نفسه، اولا مفيده للناس اللي بتذاكر اول باول، مفيده للناس اللي ممكن تهمل درس. الناس اللي بتذاكر اول باول هتطمن ان هي كده تمام، ويزيد ثقتها بنفسها ان هي مذاكره كل الدروس. الناس اللي مش مذاكره وفي درس فايتها، ايه اللي هيحصل لها؟ هترجع للدرس اللي هي غلطت فيه في الامتحان وترجع تذاكره تاني، فبالتالي في نهايه السنه هتكون عندها ايه؟ مذاكره لجميع الدروس. يلا السؤال اللي بعده اللي عليه الدور بسرعه بقى بالله عليكم، كل واحد عارف دوره، قدامي 10 دقايق لازم اخلص فيهم حل الامتحان. ممكن؟ يلا يا ساشا، ممكن. شجع المعلم أيوة يا بطل مس، الفصل على تحقيق هدفه، صح ولا غلط؟ غلط. صح يا مس، صح يا لولو. مش هو تذكر كلام المعلم قال له أهدافك غير واقعية، وتذكر أيضا إصراره الذي مكنه من إيجاد فرص النجاح. اللي بعده لما بان. هو كده مس، هو كده بيشجعه، هو قال له أيوة يا نب. هدفك غير واقعي لأنك فقير. تغلط. طب ثواني يا دان كده، وبيقول ان هو وقف ينظر وامسك ورقه اختبار قديمه مكتوب عليها 0 من 10، وتذكر ان هو رسب لانه كتب في الاختبار ان هدفه ان يصبح صاحب مزرعه خيول ومنزل كبير، وتذكر معلمه لما قال له اهدافه غير واقعيه. يبقى هو يا سجع ما شجعهوش، اول واحده غلط يا سجع. طب ما انا قلت يا مس غلط، حضرتك صح. معلش. يلا اللي بعدها، انا سكت على فكره، كنت لسه بقرا وانتي غيرتي اجابتك. يلا يا دين، تغلب البطل. تغلب البطل على العقبات وأسحب وأصبح غني. صح. برافو. ما سبب، ما سر نجاح بطل القصه في تحقيق حلمه؟ يا اللي عليه الدور افتح التليفون. همس. يلا يا همس يا اولاد اللي عارف دور بالله عليك تجاوب بسرعه. انا كده معايا ازاي همس ملك ازاي همس ملك بيسان. ايه سبب سر نجاح بطل القصه؟ ايه اللي خلاه ينجح يا همس؟ هذا هذا هي بصي اخر سطر بيقول ايه، نقط اهو، الذي مكنه من ايجاد إصرار فرصة لازم النجاح. يكون ايه هو بقى؟ إصرار. برافو عليكي بقى، اصراره. اللي بعد اللي عليه الدور هو اللي هيقرأ. مين عليه الدور؟ ملك. اقرأي يا ملك. الممثل جيد هو الممثل الذي يتقبل الشخصية التي يمثل، فيفكر مثلها ويتصرف مثلها ويعبر مثلها. إذا أراد أن تطور طريقة تفكيرك، فعليك أن تتقمص الشخصية منظمة أو متفائلة أو ذات طريقة تفكير إبداعية. حينئذ ستحفز عقلك ليفكر بطريقة مختلفة، وبعد مدة من التقمص والتقليد سيتاح لعقلك التطور. برافو عليك. يلا حبيبي اللي بعد كده، أول سؤال بقى يا ملك، سؤالك. مرادف تحفز، حفز مرادف تحسن شكل.
برافو عليكي. اللي بعدها بسام. شخصيات. برافو عليكي. جمع شخصية. شخصيات رقم 2. اللي بعد بسام سيف. يلا يا سيف. صح أو غلط كيف يتطور لا صح أو غلط لا يمكن تطوير طريقة التفكير. سيفو. يا سيف. مش سيف قفل المايك. طيب اللي بعد سيف. استاذ سيف اللي قفل لنا المايك. إيه ابراهيم. نعم نعم يلا يا ابراهيم. صح ولا غلط لا يمكن تطوير طريقة التفكير. لا يمكن تطوير طريقة التفكير. خطأ خطأ. خطأ. كيف يتطور يا اللي بعد إبراهيم يا أحمد. كيف يتطور صاحب الشخصية غير المنظمة بيتطور إزاي؟ أحمد افتح المايك. كيف يتطور صاحب الشخصية المنظمة أو غير المنظمة إزاي يطور من نفسه؟ انا مش ينفع اجاوب. انا مش مين ماليش سؤال. اللي على الدور؟ سعيد. جاوب يا سعيد. لا يا مس احمد اللي عليه الدور. أحمد جاوب يا أحمد. انا سؤال يا مس مرات تحفظ لا شد يا حبيبي والله العظيم أنت كده كنت نايم ومش مركز معانا. بتعمل إيه بقى؟ بتلعب حضرتك في إيه؟ ومش مركز معايا في الحصة ليه؟ افتح الكاميرا يا أستاذ أحمد. معنى ذلك إن أنت مش مركز معانا في ان احنا جاوبنا رقم 1 ورقم 2 ومش مركز معانا في صح وغلط. واحنا دلوقتي حضرتك سؤالك المفروض اجب كيف يتطور صاحب الشخصية غير المنظمة ازاي بيطور نفسه. طلع لنا من القطعة بسرعة. فعليك أن تتقمص الشخصية المنظمة المتفائلة وذات طريقة تفكير إبداعي. ايوه كده. ركز يا احمد لو سمحت وافتح الكاميرا. قل فعليك ان تتقمص شخصيه منظمه او متفائله او ذات طريقه تفكير ابداعيه. السؤال اللي بعده اقرا يا سعيد. سعيد رجال الغد المأمول إن بلديكم تناشدكم بالله أن تتذكروا. أستاذ سعيد أين ذهب؟ سعيد ما بيرد. آخر حد معانا حلا. رأي حلا. تمام، رجال الغد المأمول إن بلادكم تناشدكم بالله أن تتذكروا قصائر مني وأطمئنهم أن ترى لكم يدا تقتني مجدا ورأسا يفكر كوننا رجالا عاملين وأعزهم ووصولنا حمي وطننا وتحرير. مش حضرتك سامعني؟ اه يا حبيبتي شطورة. مرادف مجدا. معنى المجد ايه؟ شرف ولا رفعة ولا ذل ولا جميع ما سبق؟ جميع ما سبق. برافو عليك. يلا نبدأ دورنا من الأول. محمد ناصر بسرعة بقى. أنا عايز الشباب بقى بسرعة بقى. يخاطب الشاعر في النص مين؟ بيكلم مين؟ رجال الغد المأمول إن أمير بلدكم رجال تناسب. الغد. رجال الغد. برافو. غرضه من إن هم الشباب يعني. غرضه من النص إيه يا محمد؟ غرض الشعر من النص
ايه الغرض؟ هو عايز ايه؟ بيقول ايه؟ ان تحفيز بلادكم تحفيز مين؟ الشباب على بناء مين؟ على بناء وطنهم. برافو عليك، تحفيز الشباب لبناء وطنهم. هات من الابيات معنى يتمنى الوطن يا سلمى من الشباب ان يكونوا مفكرين يبنون مجدهم. يبقى قصور ندور على يمني كلمة مفكرين او يبني او مجد، فين هنا؟ قصور يمني أوطانكم أن ترى لكم يدا تبتني مجدا ورأسا يفكر. برافو عليك، اوطانكم ان ترى لكم ممتازين. بقول لكم ايه، هو في حد هنا بيحضر في المسائي صح؟ ممكن ثانية.